الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد. تحية المجد والخلود، تحية المجد والخلود، تحية النضال الممتد والمتواصل لأربع سنوات ولا زال مستمرا إلى غاية إسقاط مخطط التعاقد المشؤوم الهس الذي يكرس الهشاشة والضرب في المدرسة العمومية. تحية لعموم مناضلي الشعب المغربي الأحرار والحرائر، نعم الأحرار والحرائر الغيورين على المدرسة وعلى الوظيفة العموميتين. واليوم جئنا لتجسيد اليوم الأول من مقاطعة التكوين بجميع أنماطه سواء النظرية أو التطبيقية، وذلك تربية لنداء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تزامنا مع محاكمة الأستاذ بين ألف قوس عماد الدولة اليوم بمحكمة الابتدائية بالعرائش، وتزامنا أيضا مع ذكرى تخليد الشهيد التنسيقية عبد الله حجيني، اغتيال عبد الله حجيني. إذن ونحن كنا على مشارف تجسيد هذا الإضراب في يومه الأول، وهنا أنادي بأن فوج 2021 هو جزء لا يتجزأ من التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وبأننا جزء لا يتجزأ من الكل. وقد قيل فيما سبق بأن العود محمي بحزمته ضعيف حين ينفرد، وبالرغم من التضييقات والتهديدات التي تطال علينا من قبل القوى القمعية وأيضا من قبل الإدارة المركزية، أقول لن نهاب ولن نخاف ولن نستسلم ولن نسلم مناضلينا لأيادي القمع، أيادي البلطجية. إذن تحية مجددا للنقابات وعموم الأساتذة الأحرار والحرائر، دامت التنسيقية الوطنية للأساتذة، دامت التنسيقية الوطنية للأساتذة مناضلة وصامدة وحرة. تحية